يقول لي كان عبد الله يقود سيارته في ليلة ممطرة سرعة 23 متر لكل ثانية، إذ شاهد فرع شجرة ملقى على الطريق فضغط المكابح. إذا كانت المسافة بين السيارة والفرع لحظة الضغط 60 متر، خليني أكتبها قبل ما يصل، يعني هو السيارة كانت ماشية كذا سرعتها 23 متر لكل ثانية، بعدين شاف في فرع شجرة اللي هو، فالمسافة كانت 60 متر. معامل الاحتكاك الحركي بين إطارات السيارة والطريق، هذا هو نكتبه. فهل تتوقف السيارة قبل أن تصطدم بالفرع؟ توقف قبل ما تصدم، علما بأن كتلة السيارة هذه هي كتلة السيارة 2400 كيلوغرام. أنا برضو شوف مسألة حركة، يعني دخل موضوع القوة وقانون نيوتن الثاني مع الاحتكاك مع الحركة. برضو نحط قوانين الحركة تكون قدامنا. فهذه السرعة الابتدائية عندنا، تتوقف السيارة يعني هذه السرعة النهائية المفروض بصفر، صح؟ فهذه المسافة الموجودة، احنا نبغى نعرف هذه المسافة تكفي ولا تحتاج السيارة عشان تتباطأ من هذه السرعة إلى صفر، تحتاج مسافة أكبر ولا أقل؟ لو تحتاج مسافة أكبر معناته حتصدم. طيب لو رسمنا مخطط الجسم الحر، هذه السيارة إيش القوة المؤثرة عليها؟ طبعا هو ضغط المكابح، فما في قوة بتدفعها، خلاص وقفت من التقدم. إيش في؟ مجرد في عندك الآن قوة الاحتكاك، طبعا في وزن السيارة وقوة العمودية. فإحنا نبغى نحسب المسافة اللي يحتاجها 60 أو أكثر. تعال شوف معادلات الحركة، هذه ما فيها مسافة ما نبغاها، هذه فيها مسافة وهذه فيها مسافة. سرعة نهائية عندنا، سرعة ابتدائية عندنا، تسارع ما عندنا، بس نقدر نجيبه عن طريق حساب القوة، نقدر نجيبه ويصير يدينا المسافة. هذا فيها وقت، ما عندنا وقت هنا، ما عندنا أي معلومات عن الوقت، فخلينا نجيب التسارع. طبعا التسارع هنا حيكون في أي جهة؟ نشوف ما عندك إلا قوة واحدة بهذا الاتجاه، فأكيد التسارع حيكون بهذا الاتجاه. خلينا نرجع لطريقتنا، اعتبر هذا الموجب وهذا السالب، تمام. فخلينا نحسب قانون نيوتن الثاني، F المحصلة يساوي M في A. F المحصلة في الأفقي ما عندي إلا F K اللي هي الاحتكاك، M كتلة السيارة، في A معرفة. طيب F الاحتكاك حتكون عبارة عن إيش؟ خلينا نفكها، اللي هي معامل الاحتكاك مضروب في F N يساوي 2400 في A. معامل الاحتكاك أعطاني إياه FN. FN تكون عبارة عن هي نفسها FG. FG اللي هي عبارة عن الكتلة في تسارع الجاذبية الأرضية، اللي هي نفسها FN قلنا، لأنه إيش؟ سطح أفقي وما عندي تسارع على الاتجاه العمودي، فبالتالي FN حتساوي FG اللي هي M في G. طب نعوض، معامل الاحتكاك اللي هو 0.41، القوة العمودية ام جي ام اللي هي 2400 في جي اللي هي 9.8 يساوي ناحية الثانية 2400 في التسارع اللي هو اي. نحسبها، نضرب هذا كله في بعض، يطلع عندي 9643.2 يساوي 2400 في اي، نقسم الطرفين على 2400، صار عندي A اللي هو التسارع 4.018. طبعا هيكون اتجاهه فين؟ في الاتجاه السالب، متر لكل ثانية تربيع. احنا كان هنا مفروض نحط سالب لأنه قوة الاحتكاك FK، اوكي هنا ما نحط سالب لكن هنا نحط سالب، بس على العموم السالب ما يأثر كثير لأنه اتجاه، إذا أنت منتبه عارفين أنه اتجاه التسارع بالسالب خلاص.
طيب جبنا التسارع، الآن نقدر نعوض في هذه المعادلة عشان نجيب المسافة. السرعة النهائية صفر لأنه حتوقف، السرعة الابتدائية 23 متر لكل ثانية طبعا تربيع، زائد 2 في التسارع بالسالب في الإزاحة، نعتبر أنه بدأ من الإزاحة صفر يصير بس عندي الإزاحة النهائية، نحسبها بالحاسبة 23 تربيع حيكون 529، هنا 2 في سالب هذا العدد، سالب 8.036 طبعا مضروب في دي اف، ننقل هذه الطرف الثاني بالسالب، هذه تبقى هنا، نقسم الطرفين، أبغى أطلع هذه فأقسم على معاملها، صار عندي الدي اف أو المسافة النهائية يساوي 65.83 طبعا بالمتر. شفينا سالب مع سالب خلاص صارت موجب، فالمسافة بالموجب لأنه أنا عندي هذا الاتجاه هو الموجب، شوف هو الموجب، فيعني السيارة طبعا أكيد حتمشي هنا، فتحتاج 65 متر، يعني تحتاج 65 متر عشان توقف، لكن ما عندي أنا إلا 60 متر، فأكيد السيارة حتصدم لأني أحتاج 5 متر زيادة، فأكيد السيارة حتصدم. فالسؤال هل تتوقف السيارة قبل أن تصطدم؟ الجواب لن تتوقف السيارة قبل الاصطدام.